طيب نخش بقى على الأهلي والقطن الكاميروني، ومباراة صعبة ومش سهلة أبدا، صحيح. ولا تقبل القسمة على اثنين، والأهلي لازم يكسبها بإذن الله هيحصل. ولكن على الصعيد الثاني القطن الكاميروني أكيد ما عندوش غير نية واحدة وهدف واحد على يعني وواضح ومقبول ومشروع. خلينا نشوف قراءتك برضو إزاي بعد مباراة سان داونز وإن شاء الله مع القطن الكاميروني. والله هو النادي الأهلي مطالب إن هو يعمل اللي عليه، يعمل اللي عليه. طبعا زي ما حضرتك ذكرتي لازم حاجة مهمة جدا إن فريق القطن ما عندوش حاجة يبكي عليها، فعشان كده ان هو بيحاول خلاص. هو فريق خرج رسمي من البطوله، خسر الاربع مرات اللي لعبهم، فبالنسبه له حتى يعني انه يجمل صورته على الاقل، يعني اذا كان القطن بيجمل صورته فماذا عن النادي الاهلي بالظبط الذي لم يعد التاهل في يديه. بس الموضوع ساعات برضه في المقابل الفرق اللي بتبقى ما عندهاش حاجه تخسرها وتحس انها ايه يعني خارجه مقهوره من بطوله ما هي مشاركه فيها، بالعكس دي ممكن تفاجئك باداء. انا بتكلم على كده، بقول انه انت بتقابل فريق ما عندوش حاجه يبكي عليها، فهو فلعبك عادي، ولو اتغلب ما عندوش مشاكل، لكن هو بيلعب للفوز لان لتحسين صورته يعني. يعني هو خسر اربع مباريات، فيعني الفريق الوحيد اللي خسر الماتشات كلها في دور المجموعات، فطبعا فاكيد يهمه ان الصوره دي وبعدين ايه يعني هتتجمل قدام مين بقى؟ قدام النادي الاهلي. فعشان كده هو يهمه ان هو يعني حتى لو طلع بتعادل هو بالنسبه له ده مكسب. فعشان كده البعض من قبل حتى انطلاق فعاليات البطوله دي شايفين ان القطن الكاميروني يعتبر هو الفريق الاضعف في مجموعته، الى اي مدى الكلام ده مظبوط؟ لا لا لا، مش صحيح. القطن كان لحد وقت قريب كان بيصل وصل النهائي قدام النادي الاهلي في 2008، والاهلي اتعادل معاه حتى في جروه يعني. هو بس مر بظروف مش كويسه في الفتره الاخيره، لكن هو في النهايه فريق كويس على فكره، لكن هو الظروف هي اللي مخليه كله كاميروني، فمعناه ان هو فريق قوي. هم كاميرون كل الكرة بالظبط، فريق كويس، والاهلي قبل كده تخطى حتى في دور الابطال وفي الكونفدراليه بضربات ترجيح بصعوبه يعني، لكن هو فريق مش سهل. لكن هو طبعا كان عنده شويه مشاكل والظروف ما خدمتوش خلاص، فالموضوع انتهى بالنسبه له وخرج رسميا. فعشان كده المباراه بالنسبه له بيحاول يجمل صورته. كذلك النادي الاهلي، انت بقى بعيد عن حسابات بقى التاهل خلاص التي لم تعد بيديك، انت النادي الاهلي العب لاسمك، العب لكبريائك، انت لازم تكسب الماتشين. مش مهم تاهلت ما تاهلتش، الموضوع منتهي. انت بتلعب لاسمك، مش النادي الاهلي اللي خلاص بقى ما انا خسرت فخلاص بقى مش هتقلق. مش فارقه. لا لا لا، مش النادي الاهلي، لان الحاجات دي تاريخ بيتكتب عليك، بيتحسب عليك. كم انتصار، كم تاهل، كم نقطه، ده تاريخ تراكمي هو اللي بيخليك انت نادي القرن، هو اللي بيوصلك لحق. يعني مثلا النادي الاهلي في البطوله الاخيره لما شارك وخسر كان خارج حساباته خالص كاس عالم الانديه، فتتلعب في المكان الوحيد في العالم اللي هو ممكن يتيح للنادي الاهلي يشارك، وحصل في المغرب والاهلي شارك. فانت مطالب ان انت تلعب لكبريائك، مش مهم بقى ايه اللي حصل. كمان انت طبعا خارج من بهزيمه قدام صن داونز المباراه الاخيره وهزيمه ثقيله، فانت لازم هتصالح جمهورك بايه؟ اقل شيء الفوز، ومالكش دعوه بقى بالمباراه طبعا يوم السبت اللي هي بقيه الحسابات يعني. الاهلي اسمه القطن وعفوا الهلال وصن داونز يلعبوا بعض، انت مالكش علاقه. حتى لو فاز الهلال وهي النتيجه الوحيده اللي تقصي الاهلي رسميا، انت خلاص انت بتعمل عليك، ويجي الهلال برضه تكسب لاسمك مش اكتر، لكن انت بتعمل عليك. انت حتى مجرد فوزك في على القطن بيوتر المباراه الثانيه، بيوتر فريق الهلال اللي هو بيامل ان الاهلي يتعثر قدام القطن عشان هو يصعد رسميا. يعني الاهلي في حاله الخساره لا قدر الله او التعادل خلاص هو الهلال تاهل رسميا، لكن في حاله الفوز بيوتر الهلال اكتر، فانت كده بتدي كمان رسائل اكتر، لان طبعا انت يهمك التاهل رغم كل اللي حصل في النادي الاهلي. الاهلي ما خرجش، الاهلي لو فاز على القطن وطبعا كلنا عارفين والنتيجه، والهلال لم يفوز الاهلي بنسبه كبيره في النهائي، عفوا في دور 16، في دور الثمانيه عفوا. عشان كده انت ما زالت فرصك في ايدك، فانت فعليا ما خرجتش من البطوله، ومش مطالب منك غير ان انت تفوز على الماتش في الماتشين. مباراه قدام فريق هو الاقل في البطوله، وان لم تكن صعبه، المباراه مش سهله قصدي، مباراه صعبه جدا قدام فريق طبعا خلاص ما عندوش حاجه يبكي عليها، والمباراه الاخيره على ارضك ورد اعتبار قدام الهلال، والقصه اللي احنا القصه البايخه اللي بيننا وبين الهلال السوداني دي. فانت يعني انت تفوز، مش طلب منك اكتر من كده. في حاله لو السان داونز كسب الهلال فانت مطالب الفوز باي نتيجه، في حاله التعادل فانت مطالب بالفوز بفرق هدفين، اعتقد ده في الامكان في بالنسبه للنادي الاهلي.